من هنا يبدأ صنع المادة الأولية الخاصة في صناعة المستلزمات الطبية. داخل هذه الوحدة المختصة في صناعة النسيج الغير المنسوج التي تعتبر الأولى من نوعها وطنياً وإفريقياً. شركة جزائرية 100% تقوم بصناعة النسيج الغير المنسوج في المجال الطبي والصحي. تنتج سنوياً 6000 طن من النسيج الغير المنسوج، وقد قامت بتصدير منتوجاتها إلى عدة دول منها أمريكية وإفريقية أسيوية وأوروبية. مصنع إيجيماد نموذج ناجح في استعمال أحدث التقنيات لتغطية السوق الوطنية والخارجية بمنتوجه المحلي، وبيد عاملة مؤهلة تسعى إلى الرفع من مردوديتها الاقتصادية في تصنيع المستلزمات الطبية. تضم المؤسسة حوالي 150 عامل مباشر وغير مباشر، من بينهم ذوي الهمم. قدم لهم تكوين داخلي مقسمين على عدة وحدات، من بينها الورشة التقطيع، الخياطة، الغرفة البيضاء ووحدة التعقيم، أين يتم إنتاج حوالي 2 مليون وحدة سنويا. درت تكوين هنايا والحمد لله راني متعلمة بزاف صوالح، منهم هي الخياطة ورانا خدامين الحمد لله. درنا لي برودويت ميديكال كيما هذه تاع لي بوش تلوفتالمو، هذه تابعه تاع العينين، وتنتج بزاف صوالح. كاين سيزاريان، لي بوش سيزاريان كاين بزاف، وراني خدام هنا في كاترون الحمد لله، ما تلاقيت حتى مشكل. شركه ممتازه. قوم بالتحضير المنتوج باش يخرج كامل في مناخ مراقب. عندنا 40 عامل في الصباح، 40 عامل في المساء، باش نخرجوا كاباسيتي تاع 8000 وحده في اليوم. وتبة حقيقية يشهدها قطاع الصناعة بولاية وهران بهذا النوع من الاستثمارات الواعدة التي تسعى إلى تحويل الولاية إلى قطب صناعي بامتياز.